يا مرت عمي كثير تعبانة اليوم، الله يخليك خليها لبكرة. تعبانة؟ بعدين وليه؟ أنا ما قلت لك ما تحكي شيء لأم صادق؟ أنا ما حكيت لها شيء، ما حكيت لها شيء. لكن شو عرفها إنك عم تغسلي بشنان وتجلي بالصفة؟ شو عرفها؟ هي سألتني من شو إيديكي مهرين، عم قلت لها من شنان والصفة وعم تردي جواب بوشي. يا حبيبي شوم عليكي؟ والله ما عم رد جواب يا مرت عمي، بس أنت سألتيني وأنا عم جاوبك. تركت السمنة اللي بعتها عمك، ليش لساتها بأرض الديار؟ ليش ما أخذتيها على بيت المونة؟ ما قدرت أحملها يا مرت عمي، تقيلة كتير علي. لكن يا بعدي لكن، لأنه ببيت خالك كان الجواري يخدموكي. يلا نقليها على بيت المونة لشوف. يلا شحك مثل الجنية، قدرتي تحمليها؟ يلا بلا نياطة. يلا عليكي يا أم صادق، طلق ولا حوليده؟ الله يرضى فيكي يا بهية، معقولة تلت بالشهر السابع؟ هيك اللحة. تقبريني يا أم صادق، شوفوا لي شي ولد من الحارة يروح معي على البيت يجيب لي كرسي الولادة. يلا يلا. الله لا يبارك فيكي يا سعدية، هذا كله من تحت جريرة، على قد ما هلكتها وتعبتها بدون لا شفاء ولا رحمة، رح تخليها تطلق بالشهر السابع. هذا مقدر من الله يا أم صادق، أحساب أنت مؤمنة؟ مو ضربة وصيبة ومنقول هذا نصيبه يا أم زهور؟ إن شاء الله ما بيصير إلك الخير، ولا تنسي كمان إنها صغيرة وجسمها ناعم وضعيف. وقت أخذناها كانت ملفوفة لف ومعجعجة عجعجة يا أم زهور. هلا يلا تقبريني، سخنينا المي وحضريها، ما ضل عنا وقت. والله مربطة إيدي يا أم زهور، كمان بدنا نبعث ورا أهلها. الولد عم يستناكي من زهور. يلا وانا ما بطول كمان خاطركم. سعدية قوام جهزي المي. يلا يلا بسرعة عجلي. يلا يلا ابصر ليش انا قلبي نازل من الجي. لا شو ليش بعتلنا خبر؟ تعال يلا. لك ويكون ويكون يا جماعة. اهلا وسهلا. اهلين ابن عمي. اهلين سلفي. شو هالسعدية شو في؟ ما في شي تقبرني، ما في شي. بهي عم تطلع. بهي عم تطلع؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعتوا بهي عم تطلع. معقول الحكي؟ بس لسه بشهر السابع. لا ظهرها ما حمل الحبل اكثر من هيك، مشان هيك عم تطلع. اي وين هلا؟ لك وين رايح؟ المربع مليان نسوان وداي جوع متولده يو. خلص خلص خلص. الله يقيمها بالسلامه، الله يقيمها بالسلامه يا رب. امين يا رب العالمين. لك شباك ليش هيك بالكمل؟ واحد الله خالد، كل النسوان تحمل وتولد لك اخي. عيون ابوك الله يرحمه تشوفك هلا. شد حيلك بقى. نكسل فيه القطه اللي هي قطه بتحبل وبتلد خمسه وبتقوم بدقيقتها. شباك شد حيلك. ايه بس بقى هي صغيره ولساتها بالشهر السابع وما صار وقت ولادتها يا جماعه. وعند الله بقى وشد حيلك شباك.
كثير نسوان تحمل وبتلد بالشهر السابع ما تعرفوا الا بعدنا نتضرح. هو وكل اخواته سبيعيه، طلع عليهم ما شاء الله، كل واحد فيهم عند النخله. مرت اخي هلا يعني الولد اذا اجى بيعيش مثله مثل الناس؟ هذا علمه عند الله سلفي. المضافة تساعد لك سعديه. تفائل بالخير اخي، تفائل بالخير بقى، شد حيلك ان شاء الله الولد رح يجي بيعيش وبيربى بيعزك ودلالك وبتجوزه وبتفرح باولاده كمان. وكل الله بقى. امشي لانه وياك، خلينا كيف مريض، خلينا نسوان تاخذ راحتك. يلا. وكيف بدنا نعرف انه باهي امت بالسلامه؟ انت لمين جاي؟ انت لمين جاي؟ بدي افهم لمين جاي؟ ولك كل الرجال بعائلتها معروفين بركازتهم وقدعتهم، انت لمين جاي؟ امشي دبل شو؟ امرك اخي. اطلع! سعديه الله يرضى عليكي، بس الله ينتهى بالسلامه لباهيه، بعثي لنا خبر، نحن عندنا ابو احمد الحلاق. حرام كون انا اللي عم بطلع يا ربي. دخيلك يا رب، لا اعتراض على حكمك، بس اكرمني بولد، ولد واحد بس. دخيلك يا الله. السلام عليكم. وين يا مهوي؟ السلام عليك يا عمي بحاتي. يا عمي بحاتي، شو عمي خالد؟ رح تصير اب؟ ان شاء الله عمي، ان شاء الله. يلا شرفوا روحوا لعنا، لاني انا كنت جاي لعندكم. لا عمي بعد اذنك، ننزل على السوق نجيب كم غراض للبيت. قسما عظما ما بتجيبوا شي منوب. ام حاتم طبخت وحضرت سفره الخلاص عنا، هلا بيروح رمضان واجير ابو احمد بزق الاكل لعندكم على البيت. يعني ما بتنسى شي يا ابو حاتم؟ والله ما في داعي تتعب العيله وتلبكون. ما في لبكي، افضالك سابقه معلم عمار. بعدين هذا خالد مو اخوك بس، هذا ابني كمان وغالي علي كثير. على راسي عمي على راسي، لكن تسمحوا لي مشان روح اقول لهم البيت نحن قاعدين عندك عمي ابو حاتم، مشان يبشرونا وقت بتقوم العيال بالسلامه. بالك مشغول مو هيك؟ الله يملك يا بالسلامه. هلا لما بيجي رمضان واجير ابو احمد منبلغهم يروحوا يقولوا للعيله انكم عنا بالبيت. تفضلوا تفضلوا. يلا يلا كروش قدام يروح. نغيلكو تعوني بعد بي. نغيلك يا ربي، نغيلك يا مرت عمي، نغيلك يا مرت خالي، بعد بي. بعد بي يا لعوني لعوني. ما تقبريني حجة نعيمة، قومي عاوزينك ضروري. لا مش عم تبكي لك سعدية؟ معناتها أنت غليان قلبك على باهية، ما هيك؟ قلبي عم يتقطع عليها يا عمتي. تقبريني يا سعدية، لك أنت مثل الصبارة، كلك شوك من برا ومن جوا ما في أطيب منك. تقبريني هلا بس ينزلوا المولود، بدهم ينزلوه من طوقي، يعني بده يصير مثل ابنك ها؟ اي طبعا صحيح، لكن انا عم اكذب عليك. قومي قومي تقبريكي، قومي تعي تعي تقبريكي بسم الله الرحمن الرحيم. حجة فكي للروح بسرعة.